هذا المقطع صورته أرسله لكم وبيكم تشدون حيلكم وترسلونه في كل مكان، تيك توك، سناب، انستغرام، فيسبوك، أوكي؟ أوكي. إيه وبيكم تركزون على كلمة إيو. إيو. شو السخافة؟ يا أخي مو سخافة، أخوك السخيف بس. والله حلوة. إيو. سامجة ما في شيء يضحك، بعدين أخوي وعرفه ما عمره في حياته ضحكني. شوفي هي من ناحية سماجة سماجة، بس السماجة اللي تضحك الحلوة، عرفتي؟ أنا ما أدري ليش صار يعجبك أي شيء، ولا أدري شلون تشغل المقطع بهذه السرعة. اسمعي أمانة نوف، إذا أخوك عامر موجود في البيت بعطيك جوالي، روحي بس قليلة صور وأنت تقول إيو، برسلها للبنات يعني. من جدك أنتِ؟ أيوة أمانة لا ترديني نوف. إيو. زي ما قلت لك، هؤلاء الحمقى ومن صدرهم للمشهد وعلى حساب من وهكذا يعني. عادي أقول لك أحمق؟ إي عادي عادي، قل أحمق، وقفت عليك أنت. حبيب قلبي أنت، أيوة يا سيدي، إحنا كده متفقين. طيب متى بتنزل المقطع؟ أنا راح أنزل المقطع اليوم وراح أجلدك فيه جلد مو طبيعي. أوكي خلاص. بس اسمع، لا تنسى أخوك. شوي أكلمك ها؟ ما تعرفين تطقين الباب؟ إلا عارف، بس نسيت. إيه، أخلص وش تبين؟ ريم تبيك تصور سناب وتقول كلمتك ذيك. أي كلمة؟ كلمتك ذيك، لا تسوي عبيط. والله ما أصور اللي أنت تقولينها. إيو. أخليك تقولينها كذا، هات الجوال. ترى سخيفة الكلمة، سخيفة. هلا والله بمتابعين ريم. إيو، مساء إيو، وأحلى متابعين الأحلى إيو. إلى متى؟ أنا بس نفسي أعرف إلى متى يتكرر السيناريو هذا وينطلي على المجتمع. في الوقت اللي المفروض يتصدر المشهد الدكتور والطبيب والمهندس، للأسف الشديد نجد الحمقى هم اللي يتصدرون المشهد، بل ويشتهرون وينتشرون مثل انتشار النار في الهشيم. أنا في الحقيقة اليوم حفيدي ضايقني، مر من جنبي الصبح ويقول لي إيو، إيش الكلمة هذه يا ولدي؟ ولا له عارف معناها، ولا اللي جاب الكلمة هذه عارف معناها، ولا حتى أخوانه عارفين معناها. هيا أقول لكم، تباً لكم وتباً لكلمة إيو، واللي جاب الكلمة هذه والناس التافهين اللي يرددونها ومهم عارفين إيش معناها، وأنا وراكم يا تافهين. أنا ما غلطت عليه، هو بمقام الوالد. بعدين يا أخوان، أنا دخلت السوشيال ميديا بكلمة اشتهرت فيها، ولا دخلت أبغى ضايق أحد ولا قد ضريت أحد. هو اللي غلط عليه، بالعكس يقول لي تباً وسحقاً ومدري وشه، بس أنا مسامحة لوجه الله، وما أبغى منه أي شيء، أبي يفكني شره. يا أخي الناس هذولي ما تراعي مشاعر أهلنا، ترى يتابعوننا ويزعلون. الله يسامحه، بس الله يسامحه دنيا وآخرة، ما أبغى منه شيء. يا أخوان، اللي عنده كلمة زينة يقولها وراعوا مشاعر الناس، ترى المشهور زيه زي أي واحد ثاني، أوكي؟ واللي يتابعون يكتبون التعليقات الإيجابية، شكرا لكم، ولكم مني أحلى إيو يا متابعين الأبطال. يا واد انت يا مسكين يا بريء، يا هو يا ملكع يا خطير. عفو عليك، انا عارفهم، هم يسوقون الهبل ويستلقعون، اوريهم شلون سوقت الهبل الحين. وانتم ابرسل لكم المقطع واكتبوا ايو يرد على الدكتور سعيد. اوكي اوكي، خلنا نرحب احنا وياكم اعزائي المشاهدين بضيف حلقتنا لليوم ايو. يا هلا والله ومسهلا، وانا بصراحه سعيد اليوم بتواجدي معكم بالاستديو. طبعا اكيد احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا استاذ، ممكن تعرفنا بالاسم الكريم؟ ليش ما عندكم فريق اعداد؟ عندنا اعداد اكيد، بس انه حابين زي ما احنا حابين نعرف اسمك، اكيد المشاهدين يبغون يعرفون اسمك. ايو. لا انت شخصيه رهيبه جد، ما شاء الله عليك. وش جاس انت؟ انا مبسوطه بوجودك معنا لليوم. وانا مبسوط بعد. سلامات، ايش فيها ذي؟ اعتذر منكم اعزائي المشاهدين. انا اعتذر بعد المشاهدين. اهدي. بعدين تراني انا وقتي ثمين، اخلص علي، عندي السؤال. طيب اوكي، انا اعتذر منك واعتذر منكم اعزائي المشاهدين، انا في عندي سؤال جدا بسيط اني ودي اعرفه، واكيد المشاهدين ودهم يعرفونه. الافكار هذه، اللزمات هذه، الكلمات هذه من وين تجيبها؟ انا بصراحه في الاستراحه دائما اقول افيهات وقفشات، والعيال دائما يستمتعون لما اكون موجود، واذا صرت ماني موجود يدقون علي، وينك؟ تاخرت. سلامات، فيك شيء؟ يا عيالي دعس العمر ذا. المشكلة هو أول واحد يجي الاستراحة وآخر واحد يخرج منه، ما يحتاج نقوله تعال أساساً. ليش ما قال أسامينا؟ الحين أرسله بالواتساب.
أنا بصراحة عندي شكر، شكر لأنه الناس يعني هذولي وقفوا معي من بداياتي، ولازم أقول أسمائهم على الهواء. أشكر أخوياي بالاستراحة إيو وإيو وإيو وإيو. وش ذا يا أخي؟ لا لا كذا كثير، كت لازم كت كت، معليش أعتذر منكم. أنا أعتذر بعد. راسي ساكني، أبي قهوة. أجل اسمع، في كيان قدام. حلو، لبق عندهم. أبشر. اوف 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 اوف، وش للزحمة؟ طيب وش الصوات؟ الصوات خلى علي. لو سمحت عطني اثنين فلات وايت، اثنين كريبوتشيني. ابشر. استعجل بالله. وانا شخصيا استخدم هذا العسل على الريق. اسمعي، ممكن اسم قربه، تعالي تعالي هنا، غيري غيري الزاويه. يلا روح. وانا شخصيا استخدم هذا العسل على الريق علشان مشاكل القولون، وانصحكم يا متابعين عشان صحتكم تصير ايو استخدموه، واسالوا مجرب. ها كيف طلع؟ اي زين. يا النصاب، الحين علبة مليانة، شلون تستخدم العسل كل يوم؟ أقول لا تدققين أنتِ، بعدين أعطيني الجوال بنزل ستوري، أشغلني هو عسله كل شوي يدقدق يدقدق. طيب بالله بسألك، كم عطوك؟ أعطوني 10,000. كم لي؟ 100 ريال. أجل، دور لك أحد يصور لك القعيطي. إيه ليش حذفتيه؟ تلعب أمامية، كرة عالمية، كرة توزيع جول. الله عليك الله. هدف ايو والرائع جدا بمعنى الكلمه. وصلت الدور الاوروبي عاد، مستحيل. كيف ضبطت المعلق؟ عفا عليك، هون ذكاء التسويق يا ابوي. ما شاء الله عليك يا عامر، كيف تطلع منك هذه الافكار؟ عفا عليك بس يا حبيبي يا كفته، الناس تمشي عليها اي شيء، ودام طلعت ذي الكلمه وضربت والله لحللها تحليل. ياهو، هذه وهي كلمه واحده، كيف لو الفت كتاب؟ هذا وجه واحد يالف له كتاب حده ايو يا رجال. لا يا شيخ، هذا شغل عيال العم اللي ينقهرون ويغارون، هذا يغار من ولد عمه وهذا عيب عليك. استحل وجهك، تراك معنا بالاستراحة. ها الزبدة عيال، بكرة عندي افتتاح مطعم، مين يروح معي؟ حتى انت؟ اكيد يا بيي. ايو وصل عامر يا بنات، وصل عامر. خلوهم 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 خلوهم. بشويش على جمهوري، خلوهم. أي سؤال أي استفسار عندكم؟ أستاذ عامر، ممكن نعرف إيه سر حب جمهورك لي؟ البساطة، البساطة والعفوية، زي ما أنت ما شاء الله عليك بسيط، لابس بدلة كرافتة حمراء بدون شعر، البساطة هي سر النجاح. شكرا يا فندم، شكرا كثير لك. عفوا عفوا، رجع جاي. أخوي عامر يقولون لك فيديو كليب جديد، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، أنا داخل السوشيال ميديا بكلمة، ما دخلت الاستعراض. لا داعي لا داعي. أستاذ عامر، ممكن نعرف آخر أعمالك الفنية إيه؟ بتشوت فاول أنت، أرجع ورا شوي، سام وش تبي؟ ممكن نعرف آخر أعمالك الفنية إيه؟ آخر أعمال الفنية فيلمين، فيلم محلي وفيلم الثاني سفري، أقصد الفيلم الثاني في هوليوود، أوكي؟ نعم. وأنا أبجيب الممثلين اللي كنت أحبه وأنا صغير، نعم. يعني أي واحد كنت أحبه وأتابعه وأنا صغير أبجيبه معي بالفيلم هذا. تحبينه ولا لا؟ لا ما أحبك. ليه كنت؟ أحب الدراهم. ها وش تبي؟